ألف شكر. إيه اللي بيحصل قبل زحمة الصيف؟ حاجات كتير قوي. بيحصل إنه الأندية بتعمل صفقاتها قبل موسم الصيف. بيحصل إن الحكومة بتعمل ترتيباتها عشان الكهرباء ما تقطعش في زحمة الصيف. بيحصل إنه ناس كتيرة بتقعد توضب لأجازات الصيف، هتروح فين وهتعمل إيه؟ بيحصل قبل زحمة الصيف إنه الناس تبتدي تختار كورسات سواء في اللغة أو في مهن عشان تاخدها وتحسن من مستواها يعني. قبل زحمة الصيف الناس بتبتدي تعمل تأهيل للتكييفات عشان لما يبتدوا يشغلوها ما تبقاش بايظة. قبل زحمة الصيف في ناس بتبتدي تحجز مواعيد الجواز في القاعات عشان تلاقي وقت مناسب، لأنه الأفراح بتزيد في الصيف. حاجات كتيرة جدا بتحصل قبل زحمة الصيف. حلقتنا النهاردة كلها قبل زحمة الصيف، خليكم معانا في الحلقة بعد الفاصل. سنة 2 أول مرة أكشن. بندفع ثمن كتير قوي في السينما. جود مان جود ولا دو ذا. بس اسمع اسمي قد كده. ها لا 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 مش سلم عليها، دي مضلله شويه. كبر دماغك بقى انلارج وكده. الهشبشتك والهشبشتك. وبيحكي لي بعد كده ودخل يشتمني في الحمام. ازاي اخبارك ايه صباح الخير؟ عاوز اخشنه شويه. لقينا سلحفاه. ايه الكلام؟ احنا سميناها اسم كمان. ايوه يا لنا. بقى تيجي بقى انس تقيل وانس. تحت الاضواء المبهره. قوم وشهم مبلل. ده سلم عليا وقعد يضحك. انا عمري ما كنت خوالة. انا اصلا هلهليه وبخش في الناس كده على طول. انا بغيظ فعلا. اه طبعا. تفتح محل فول وفلافل دي ان مخنفه. لا ما انا بقى خسيتي كام كيلو؟ حاسس بجبنه على الشديد. هتبقى بهدله بهدله. بصي اصل صعب ان انا اوصف بكلام. بزربيطه هنا كله. ما بلاشون كان ضروري اشوي لك رطل بوري، ده القلب من هواك بيعمل فيك تيك. عملت زوبعه اياميها. اني غاضبون جدا. اقول لك ايه؟ ابعد على طول. لو عايز تحضر معانا الحلقه في البرنامج جوه والاستوديو، خش على صفحه البرنامج واكتب لنا رقم تليفونك وعنوانك ان شاء الله هتبقى معانا في الحلقه ان شاء الله. كيف تتحدث الانجليزيه بدون معلم؟ الحقيقه انه تعلم اللغه حاجه وتعلم نطق اللغه حاجه تانية. بمعنى انت ممكن تبقى قوي جدا في مفردات لغويه، لغه اسبانيه ايطاليه انجليزيه فرنسويه، بس ان انت تنطقها زي اهل بلادها دي حاجه اصعب شويه او محتاجه تدريب اكتر. او ممكن تبقى متمكن بجد من اللغه انما لما بتيجي تعبر بتقع في مطبات اللي هو لسانك مش زيهم يعني. إيهاب رمزي واحد من ملايين المصريين اللي اتعلم انجليزي، لانه اتعلم انجليزي كويس لانه هو المفروض انه خريج اداب انجليزي، بس ايقن برضو ان احنا كمصريين نطقنا في اللغات بعافيه شويه، لانه اساسا نطقنا للحروف في مش يعني في شويه كده حاجات مش تمام. وقرر ان هو مش بس يصلح عيوب النطق الخاصه بيه، انما يعمل فيديوهات لكل الناس اللي بيغلطوا نفس غلطاته. هي ان هو مش بيتريق على الناس دول، ده هو بيتريق على نفسه، او بيستخدم طريقه كوميديه طريفه لتصحيح الاخطاء الدارجه في النطق. الفيديوهات اللي بيعملها ايهاب رمزي عليها مشاهده كبيره جدا، والغريب انه كتير من الدارسين للغه الانجليزيه دلوقتي بقوا يعني يبصوا على الفيديوهات دي يمكن يصلحوا عيب في النطق هم مش واخدين بالهم. كقارئ سابق بهرته اضواء المدينه واشتهر وكل شويه غير القميص في كل حلقه مش زي الاول ايام الكحرطه، ناس كتير جدا الحمد لله ودي حاجه سعيده جدا بيقول انت ما مش واخدنا عند الفريندس ليه؟ عملنا لك فريند ريكويست اوكي. فعايز اقول لهم حاجه واحده بس، بغض النظر طبعا عن الماكسيمم نمبر في على الفيسبوك وكده، ان هي مش فريندس. هي شبه باشمهندس ومريحه للضمير، لكن في الواقع لما يجي لك حرف الدي بين حرفين ساكنين ما ينفعش تنطقه. قول فريندز، قول فريندز، اكسر الحاجز اللي جواك حرف الدي ده وقول فريندز معايا.
ده مره حد يعني عايز يتعمل جزء من فيلم, هو بيقول له do you like action movies, بتحب افلام الاكشن؟ فقال له not my cup of tea, ف not my cup of tea مش فنجان القهوه بتاعي. فطبعا جوجل جه ترجمها فانه ليس كوب الشاي المفضل لدي, لكن هي في الواقع not my cup of tea يعني ماليش فيه, يعني ماليش في الاكشن ده. لو انا قلت هي مش عارفه هتبقى she doesn't know ولا she doesn't know؟ She doesn't know. She doesn't know, صح؟ ولو هي مش مهتمة أصلاً هتبقى she doesn't care. Who can say it again? She doesn't care. She doesn't care. المساعدة هنا هتتم عن طريق حصر مشكلة من 5 مشاكل. لو عرفنا إيه القصة إيه المشكلة هتتحل. يعني يا سيدي عندك نطقك خلاص زي الفل. الR طلع R كده مش R خلاص. عندك الL أو الNG ما بتنطقش. الG بتقولها مثلاً coming back. نطقك زي الفل. الله, يبقى إحنا عندنا نطق, تركيب, سرعة, كلمات. النطق يا جماعه, ذا امتى اقول ذا وامتى اقول ذي؟ عادي طبيعي ان التي اتش بتنطق ذا, يعني مثلا ذا بوي, ذا جيرل, ذا كار, لكن ذي لو بعديها حرف متحرك, يعني مثلا الفيل مش ذا اليفنت, هتبقى ذي اليفنت. المؤتمر الدولي هتبقى ذي انترناشونال كونفرنس. العمليه ذا اوبريشن. الجامعه, ايوه يونيفرسيتي. إيهاب, انت الفيديوهات اللي بتعملها دي عليها مشاهده كبيره يعني؟ ايوه طبعا الحمد لله. عليها مشاهده. هي الفيديو بقى قصير قوي, صغير قوي, يعني الناس بتبقى عايزه حاجه مركزه كده في السريع قبل ما تفقد تركيزها. تمام. وغالبا اللي بيدخل على فيديو صغير بيتفرج على كل الفيديوهات اللي قبلها واللي بعدها. تمام. تمام. وبيخلص نفسه. تمام. احكي لي امتى قررت انك تتريق على نفسك وعلى الاخرين, او تعلم نفسك والاخرين من باب التريقه؟ تمام بالظبط. في حاجات مميزه جدا جدا للنطق المصري للانجليزي. يعني دايما كنا نقول في نطق بريتش وامريكان وفي ايجيبشن. في بعض الاخطاء الشائعه وكده وكنا بنشوفها في يعني ناس اكبر مننا او في المدارس او كده, ولنا في تناقض كبير بينها وبين اللي بنشوفه في الافلام الامريكيه مثلا. تمام. وبعدين مع دراستي في اداب انجلش وماده الصوتيات, ما كانش بالنسبه لي مجرد ماده نظريه بس, يعني في ايوه بس انت اكيد وانت بتدرس في اداب كان برضو الانجليزي المصري يعني في غالب الظن اللي بيتقال متداول في الكليه. بالظبط. طبعا طبعا يعني حرف التي المميز اللي في اخر مثلا dont go doesn't come. النطق المميز للايجيبشن انجلش اللي هو نطق الجي بعد الان, المفروض الان جي تبقى دي ان مخنفه زي coming back going home, لكن هي بقى coming back going home. في مش لازم ندي الحرف أيوة حقه او مش موجود اصلا, هو سايلنت, يعني الان جي فيها جي سايلنت رسمي زي تي في لسن مثلا على سبيل المثال. ف من يعني من اسئله الناس انا عايز احسن نطقي, اقول له شيل تي, شيل, اعمل, سوي. ناس كتيره ابتدت تسال, ابتدت مع ظهور يوتيوب ان انا ابتدي انزل فيديوز, احاول اوصل لناس كان طموحاتي اياميها 60 حد, 150 بقى حد بقى كسرت الرقم ده وكده, والحمد لله يعني تقريبا الناس حبت الموضوع. وصلوا كام المشاهدات؟ في مشاهدات بتبقى 300,000, في حاجات وصلت كسرت المليون, في حاجات برضه. ايه اكتر وايه اكتر فيديو اتشاف يعني؟ في فيديو حاطط فيه 10 نصائح, فيديو في 8 دقائق كده. وده يعتبر عدى جامد يعني. ناس شيرته, وناس مشهوره عملت شير, عملت مشاركه الفيديو, عدى كسر المليون بشويتين كده. ايه اهم نصيحه بتقولها في العشر نصائح؟ الحروف الزياده. احنا فعلا بنعمل حروف زياده ما فيش, مش موجوده اصلا يعني. الحروف يعني حقها يا ايهاب. مش موجوده اصلا. زي اللي انت اللام في اللام الشمسيه مثلا, تخيل واحد بيتعلم عربي يقول لك الا شمس, ما هي الشمس, هي ال سايلنت عندنا برضو يعني. ايوه بس لو خواجه هينطقها الا شمس هيقول ايوه يعني برضو هينطق الحرف بالظبط. هي الفكره ان اللي متابعيني بيحب عايزين يعملوها صح يعني يكلموا صح. يا لا طيب انت شايف ايه اكتر خطأ بيزعجك لما بتسمعه؟ لا اكبر حاجة خطأ الترجمة الحرفية. يعني كبر دماغك بقى, enlarge your head, ونفض dust him. يعني في ناس فعلا بتترجم حرفي بس بيتريقوا بقى, يا اما بيتريقوا يا اما بيروحوا لترجمة اونلاين. اوكي. والقاموس الاونلاين يعني الكتروني, ده انسان آلي ف مش بيترجم. اشخاص اللي بيترجموا ده ممكن يقرا كلمه جمل يقراها جمل مثلا. انا كاتب جمل هام يكتب امبورتنت كامل, جمل مهمه, وهيعرف منين الغلبان ده كمبيوتر شايف جيم ميم لام, ويعني وينزلها في شغله ويطلع تقرير. فهي موضوع الترجمه الحرفيه ده المرعب, مرعب بجد. في ناس كتيره بتعتمد على الترجمه الالكترونيه بالظبط. لا قول لي ايه تاني من الاخطاء الشائعه اللي انت بتوجع ودانك؟ حاجات معينه في النطق, هو يعني في كارثتين, في الكارثه بتاعت التي اتش, هي تي اتش بتطلع ث او ذا. اوكي. ف
فاغلبنا كمصريين بنطقها اس. في شعوب برضو بتنطقها تي او زي يعني. اه اه مثلا سين او زير. اه فيطلع يطلع كلمه ثانيه يعني يطلع يعني زي ثانكس يقراها ثانك مثلا بدل شكرا تبقى غرق مثلا على سبيل المثال او او البي والبي ان يطلع بدل كلمه مثلا في كلمات كتير عند مثلا كلمه بيت حيوان اليف يقولها بيت وهي راهن. والأسوأ مثلا يجي عند كلمه بارك يركن كلمه بارك بالبي لو اتقلبت بي بارك صوت الكلب يهوهو نباح اه بالظبط فيقول سوري يا جماعه ام جوينج تو بارك فالاجانب بيبصوا له ازاي لا ايه من كتر الـ 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 الشطاره يعني لما تيجي تتكلم عربي اصل دي جزء برضو لازم ننوع انه احيانا انت بتحاول تجود زياده عن اللزوم فبدل ما يقولوا بطاطس يقولوا بطاطس قال يعني هو كده ايوه يعني كده هو اللغه عنده جامده بالظبط اه لا دي مشكله تانية اه بالظبط في بعض الناس غير موضوع ادراج كلمات انجليزي في وسط العربي برضو بشكل مبالغ فيه بس في في ناس ازيك اخبارك ايه صباح الخير عامل ايه فبيتكلم كده الواد بقى خلاص يعني انت ما كانش نفسك تمثل يا ايهاب انا بحب امثل اه فعلا اه فعلا بس انا يعني دي هوايه عندي انا حسيت كده ان انت يعني يعني فيرجن تاني من احمد مكي مثلا اتش دبور يعني ينفع يبقى انا بحب احمد مكي جدا ده يعني تحس ان هو حتى هو بيتريق كده في اراكو يا جماعه يعني انت فعلا نفسك تمثل بحب مثلا انا بستخدم ده في شغلي انا لما اتكلم مع الناس ممكن اعمل كاركتر انا مثلا لو بكلم حد بدربه على دايلوج معين انا بديله نفس الانفعال في الدايلوج يعني لو هو الموضوع لازم فيه احساس الموضوع عامل زي عزف الموسيقى يعني انا ما ينفعش الدايلوج او حد بيتكلم وان هو انجري مثلا وارى I'm very angry اني غاضب جدا إني لا انا لازم I'm very angry I cannot tolerate that فاحنا بنمثل ولازم نبره الصوت تتغير مش بس الاكسنت خلاص الواحد يتحول من الاخر يعني طيب ايه اكتر حاجات للاطفال انت مش بقى الكبار الاطفال بتلاقوها غلط او مش غلط انت بتكون عايز تنبههم لها من الاول بدري بدري انا هم عشان بيسمعوا نطق غلط كتير حواليهم فانا عندي لسته كده فيها 20 ملحوظه تقريبا خلاص التي الثاء الجي البي البي كذا 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 وبستخدم الميديا انا بستخدم اغاني بديهم اغاني بديهم كلمات الاغاني روها ممكن اشيل ده كبار وصغار على فكره بشيل بعض الكلمات ويسمع الاغنيه ويشوف لا يعني قولي اغنيه كده انطقها لي غلط وانطقها لي صح لا يعني هي اغنيه انجليزيه ما انا قصدي انطقها لي قولها لي لو انت هت 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 هتغنيها كده يعني الصح الاول مثلا في اغنيه مثلا waking up I see that everything is okay دي waking up بالاستيقاظ فطبعا النوت الفيرجن الايجيبشن الغلط بتاعها هيبقى waking up I see that everything is okay هتبقى بهدله حسيته بالفرق مش كده بس مفهومه مفهومه ما هي مفهومه بس غلط يعني في ناس عايزه كواليتي عارف انا طول الوقت انا من يعني من محبين لفكره الاجاده بس ما بنساش ابدا الجوهر يعني انا يعني في ناس كتيره بتفتكر ان كل مؤهلاتهم ان يبقى لسانه معوج شويه لان انا شفت ناس كده في الحياه في الجامعه وفي الشغل وكده وفي حد ممكن يبقى نطقه مش كويس بس لغته كويسه ومخه كويس طبعا فيعني طول الوقت انا عايزه واحنا بنقدم الفقره دي نقول ان انت يبقى عندك لغه ومخ كويس وتجملهم وتحسنهم بنطق كويس بالظبط انما ان يبقى لسانك معوج بس دي على فكره مش مؤهلات ناس لسانها معوج عربي اذا ضحكت على حد شويه مش هتكمل يعني لا بالظبط في معوج في عربي ازيك يا حبيبي عامل ايه اخبارك ايه مش عارف ايه ده هو كده لا عربي انجليزي مش انا فاهم البوينت يعني فاهم كده يعني في ناس حاسه انه عشان اولادها لسانهم معوج يبقى هم كده نالوا تعليم عظيم وده مش حقيقي لا طبعا والوالد مش عارف يتكلم عربي لغته وهويته والدليل يعني ان احنا ممكن يبقى عندنا اوائل ثانويه عامه او ناس من مدارس حكومه وياخدوا بعثات بره ويحققوا حاجات عظيمه جدا وهم لسانهم عادي مش معوج اكيد اكيد وممكن حد لسانه معوج وسافر بره وما يكملش اكيد بالظبط وانا الفيديو بتاعتي مش بس عن النطق عن النطق وعن تركيب الجمله برضو اكتر شايف تركيب الجمله بس انا فهمت نقطه ان مش عشان انا نطقي مش 100% مش 100% زي نيتف فان انا مش معبر او ما عنديش علم او طبعا لا طبعا انا ما قلتش كده ابدا ايه اكتر فيلم بتعتمد عليه او بتعرضه كتير بتعرض منه جمل كتير عشان الناس تاخد بالها من النطق ما هو برضو الممثلين الاجانب دول في ناس تقدر تلقط منهم حاجه وفي ناس مستحيل لان هو اصلا بينطقوا ايوه لا احنا في العربي في ناس بتتكلم بسرعه في ناس بتتكلم بالراحه يعني في واحد يعني بيتكلم يعني اتفرج على فيلم روكي مثلا سيلفستر سالون ده هتاخد منه انجليزي غلط اساسا جود مورنينج جايز وانا دو ذات بيكوز انا وانا اي نو بس لا لا مش مكيه الواحد بعد ما يتفرج على الفيلم كذا مره يتكلم كده جود مورنينج جايز هاري مش هينفع طبعا في ناس نطقها واضح يعني
زي الباتشينو نطقه رائع، سيمفونيه موسيقيه. ايه بس الباتشينو كمان في لكنه يعني في اصل برضه طلياني في الموضوع. واضح جدا واضح لانه ما بياكلش الكلام بالظبط، فهو بيتكلم عشان هو له برضه بالظبط بالظبط حضرتك عارفه كلام كده. في افلام فاست اند فيوريوس استخدمتها الفتره الاخيره فيها لهجات مختلفه، في الجزء السادس مثلا في جزء منه في امريكا وفي جزء في بريطانيا، في بريطان بيتكلموا امريكان والمقارنه بينهم، وده كنت وضحته في بعض الفيديوهات. وعشان الناس بتحب الفيلم ده مجرد ما يشوفوا الصوره بتاعته، لا استنى في ايه اللي بيحصل، يدخلوا في الفيلم. بالظبط بعيشهم اجزاء معينه في الفيلم. طبعا بعيد عن الاكشن بقى، مش هفرجهم على مشهد العربيه بتطرد بعد ربع ساعه، لا الاجزاء اللي فيها الكلام بقى تمام كده مقسمها كويس يعني. فدي كانت فكره كويسه جدا، عجبت الناس جدا. الحقيقه مش عارفه انهي فكره دي غير لما اقول لك فرصه سعيده. وتجربة مميزة على الفيديو. أشكرك يا إيهاب. جمال راح وسابنا رجليا متكتفة على شريط السكة الحديد. دور السادات كان حلم أحمد. أحمد زكي في الحريف. أيوة حريف. علمهم اللعبة هندسة. مشادة بيني وبينه. جراءة مني أنا مش شايفة إنها جراءة. كنت لسه في الأول ما عجبتوش. بتغني مش عارف فين. هي ده شكلها. هي هو ده لبسها. بقى تيجي بقى أنسة تيجي أنسة. ده هزار. لا مش هزار. عندنا تسمية أنا شايفة إنها سخيفة. فتنرفزت جدا. أداني بوكس بصدري. تعرف أنت بتكلم مين يا ولد؟ عارف بكلم مين؟ وكمان بترد عليا؟ قوم اقعد انت بتكلمني. حسيت إنه هيضر الفيلم. عندي دور مهم قوي ليكي. زي المخرجين تاهين عنك يا أستاذ خير. ما بفهموش. بس بالليل تقوم تاكل شوكولاتة. هو مش موجود. فشتمني شتيمة قذرة. الممثلين بيخافوا منك شويتين. كنتش هبقى قاعد هنا. اديني رمضان. لو عايز تحضر معانا الحلقه في البرنامج جوه والاستوديو، خش على صفحه البرنامج واكتب لنا رقم تليفونك وعنوانك ان شاء الله، وهتبقى معانا في الحلقه ان شاء الله. كان طبيب باكستاني جه البلد دي في اوائل القرن الماضي، جه وكان رئيس الجاليه الباكستانيه في مصر، اتجوز فتاه مصريه ايطاليه وكون اسره. وصحيح انه اقامته كانت مؤقته او هو اجنبي بطبيعه الحال، بس دخل ابنه مدارس حكومه، مدارس مصر حكومه، وسابه يتكلم زي ما بيتكلموا اصحابه وجيرانه وزمايله في المدرسه. عمره ما قال له ما تتكلمش مصري، انا عايزك تتعلم الانجليزي، او اجبره انه ما يتكلمش غير باكستاني. سابه على سجيته وبطبيعته، ولا مره حسسه او قال له انت غريب، انت ضيف على البلد. طول الوقت الطفل ده حس ان هو جزء لا يتجزا من منطقته ومن الناس اللي حواليه ومن البلد بشكل عام. تمر الأيام ويصبح هذا الطفل الباكستاني واحد من أهم المخرجين في جمهورية مصر العربية، بالدرجة إنه هو شخصيا ينسى الجنسية الأصلية اللي مكتوبة عنده في الباسبور. وإحنا كمان أو الناس والمتلقين واللي بيشاهدوا أفلامه ينسوا تماما لدرجة الإنكار، يعني إنه لا يحمل الجنسية المصرية. عمره ما اتكلم في الموضوع ده لأنه بالنسبة له دي حاجة مسلم بيها، هيتكلم في إيه؟ وكل اللي حواليه عندهم نفس الانطباع، بالدرجة انه يوم ما منح الجنسية المصرية تلات ارباع الشعب المصري كان بيقول ايه ده، هو طول الوقت ده محمد خان مش مصري؟ منحت له الجنسية قبل التاريخ الرسمي، قبل ما يديها له الرئيس السابق عدلي منصور بشكل رسمي بسنين طويلة، اتمنحت له باجتهاده وبموهبته وبحب الناس له، وان هم بيشوفوا بلدهم بشكل شفاف جدا ومباشر جدا من خلال الكاميرا بتاعته. الراجل ده افلامه للدارسين في السينما يعرفوا يعني ايه الواقعيه الجديده، يعرفوا يعني ايه ان في جيل من السينمائيين زي محمد خان عملوا تحول جذري في السينما. يعني ايه الناس دي بتعرف تتكلم من خلال كاميرا السينما؟ ازاي بتعرف تعبر؟ ازاي بتقول حاجات كبيره قوي مع انه افلامهم تبدو بسيطه قوي؟ واحد من ايقونات السينما
اللي مع كل فيلم جديد ومن غير اي فيلم جديد لازم طول الوقت نحتفي بيه ونذكر انفسنا انه صناعه الفنون هي واحد من اهم معالم الانتماء. والراجل ده الفن اللي قدمه للبلد دي هو يعني انصع واوضح من اي اوراق رسميه. خلينا بمحبه لتاريخه والاعماله وريحته الفنيه نرحب بالمخرج الكبير المصري محمد خليل. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. سعيده على المستوى الشخصي ان انا بقابلك في جلسه مطوله، ما ان انا قعدت مع افلامك ساعات وساعات مطوله. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمد خان. كل اللي يعرفوك يقولوا انه الناس واخدين انطباع مختلف عنك، يعني الناس دايما بتتعامل معاك على انه افلامك افلام مهمه جدا، انت مخرج مهم جدا، ما يعرفوش انه قلبك شباب جدا. يعني طول الوقت احنا واخدين انطباع جدي قوي عن محمد خان. لما قرينا مقالاتك وسمعنا اصحابك وهم بيتكلموا عليك قالوا لنا حاجه تانية خالص. ليه الانطباع ما انا بستغل ده. بتستغله ازاي؟ اول حاجه مع الممثلين بالذات يعني بيبقى فيه هبه شويه. هبه بيخافوا منك. وانا بستغل ده، خليهم يخافوا شويه في الاول. ايوه بس حضرتك قلبك طيب. يعني بس خلي مالهاش دعوه بالقلب يعني. دعوه بالاداء. الاداء اللي يعني بالنسبه لي الفيلم اهم حاجه، فما فيش لعب يعني. ايوه بس يعني انت من المخرجين اللي اللوكيشن بتاعهم بيبقى منضبط جدا. وزي ما انت بتقول كده الممثلين بيخافوا منك شويتين. يعني بيعملوا حساب يعني ده كويس. ليه بقى؟ بتخوفهم ازاي؟ تاريخي اللي بيخوفهم مش انا. لا ناس بتقول انه ممكن يكون سبب انك لما بتختلف مع ممثل لا تستجديه، انك بتختلف مع ممثل او بتحس ان الاشتراطات اللي تم الاتفاق عليها مسبقا ممكن تغيره في لحظه مهما كانت نجوميته لانه ما التزمش. حصل مره او اتنين مش كتير يعني الدرجات يعني حصل مره بدون ذكر اسماء طبعا. يعني حسيت ان الممثل ما يسمعش كلامي، حسيت انه واخد الشخصيه في سكه ثانيه، فحسيت انه هيضر الفيلم، فكان عملت زوبعه اياميها الفيلم ده لان دخلت النقابه ومش النقابه عشان انك تغيري ممثل بعد ما صورتي خمس ايام. فاضطريت اعيد تصوير كل الخمس ايام تاني بالممثل الجديد. ده كان فيلم ايه؟ ما بلاش. لا ما احنا هنعرف يعني لو دخلنا دورنا كده هنعرف. عوده مواطن. عوده مواطن. اللي احنا الفيلم اللي شفناه كان يحيى الفخراني. لا اللي هو احمد عبد العزيز اخذ دور جديد انما في مرات قبل التصوير في الفيلم البطل او البطله اتغيروا. طبعا. فتاة المصنع يعني ممكن نقول. فتاة المصنع وفي واحمد زكي في الحريف. اتغير عشان ما اسمعش كلامي. طب ما هو احكي لنا حادثه فيلم الحريف دي. الحريف طبعا انا احمد يعني ده في علاقه حب متبادله بينا يعني. وان اي فيلم كنت اول اختيار ليا كان احمد يعني. من اول طائر على الطريق وطالع يعني. فانا كنت شايف اياميها احمد كان لسه اصغر سنا، كان كنت عاوز اخشنه شويه. فكنت عاوز يبقى عنده شنب، كنت عاوز يبقى شعره اياميها الموضه الشعر الكبير ده خطيب يعني. وشطه وكده. ف جه مره في وانا كنت شغال في المونتاج فيلم تاني يعني لقيته حالق نمره واحد يعني كانه بيتحداك. بيتحداني يعني. ف غيرته يعني. انا رحت كان الفيلم ده انتاجي انا مع عاطف طيب الله يرحمه وبشير الديك وبتاع، فقلنا لهم يا جماعه ما ينفعش ده كده، فجبنا عادل امام.
فما رحت لاحمد الصبح كان ساكن في شقه في مصر الجديده. صباح الخير يا حمام، صباح النور، تروح لغيرناك. انا يعني كويس ما فيش اي مشكله يعني. وقال لي دخل الحمام، هو بيحكي لي بعد كده ودخل يشتمني في الحمام، بس هو ما شتمنيش في وشي يعني. عايز يراهن يطلع. ايوه حريم علمهم اللعبه هندسه، اشط عليه ولا يهمك غيره، العب غيره، شد حيلك. ايوه حريم. طب قول لي لحد ايه الماتش؟ ما تعودناش على الخانه. انت براهش اسكندراني، دي حاجه هايفه. هايفه ايه؟ خلاص بقيت شمال عينك؟ ما نكسكش تاخد بص. متهربش من الكلام يا فارس. الله يا اخي، انا لما اجي بورسعيد انا لازم اعدي في المعديه اشم هوا. انا كل حاجه المره دي عدت، لكن خلي بالك انا رجلي دي ضاعت في حركه شقاوه سيدي. عشان ما بتعرفش تجري كويس. بس كان بقى انا مش عارفه حضرتك ازاي وليه دخلت مدارس عربي في مصر؟ يعني ده انا ده سؤال مش مفهوم بالنسبه لي. يعني كان ممكن تدخل وانت صغير وانت طفل مدارس انجليزي، مدارس تبع الجاليه، مدارس تبع السفاره، ما اعرفش يعني، اكيد كان في حلول كتيره. انما مش فاهمه ليه الطفل الامور ده. حضرتك مامتك فيها عرق ايطالي صح؟ مولوده في مصر. بس ايطاليانيه. ايطاليانيه. يعني طب الطفل والدته طليانيه ووالده باكستاني يدخل مدارس حكومه ليه؟ يعني يعني والدي يعني ودانا يعني مديون له في دي يعني، يعني ما ربانيش على اني اكون شيء اخر. دي بلدك تبقى جزء منها، وده كان فعلا نظريه صح 100%. يعني فانا عمري ما كنت خواجه يعني. يعني ف كنت من النقراشي لغايه الثانوي، كنت في النقراشي مدرسه حكوميه. وانت ما سالتهوش؟ انا كنت مبسوط أنا. ولا مش فاهم؟ انت شايف انه ده العادي الطبيعي يعني؟ ده العادي الطبيعي طبعا. معلش، والدك جه من باكستان ليه؟ والدي درس طب في انجلترا. قعد سنتين وساب الطب مش عارف ليه، وجي مصر وجي مصر ليه كمان مش عارف ليه، وقابل والدتي وحصل اسمها بقى. ووالدتك كانت بتحمل الجنسيه المصريه؟ كان في فتره كانت تحمل الجنسيه المصريه لغايه ما اتجوزته هو. كان زمان الست تاخد جنسيه الزوج. كان ايه ده فعلا؟ كانت تختلف. وفضلت ما عندكش مشكله على الاطلاق في موضوع الجنسيه دي لحد امتى؟ يعني انت غالبا نسيت. كان دايما كانت حز في نفسي طبعا بالنسبه لاولادي، يعني إن مثلا يعني ادفع مثلا بنتي ادفع بعمله صعبه، فاروح اجري ادور على عمله صعبه عشان ادفع لهم. حاجات صغيره كده كانت تضايقني يعني. بس انا عاوز احكي لك حاجات ظريفه طريفه قوي يعني. لما وانا كنت مصر بعد كده الجنسيه دي تجي لي غدباب البيت، ده حقيقي يعني. انا كنت يعني كان في عده محاولات وما كانوش بيردوا عليا، فانا قررت مش هطلبها الا لما تجي لي البيت. وشكرا مستشار عدلي منصور. يعني شكرا جدا انها فعلا جت لي لغايه عندي. يعني انت قدمت رسمي باوراق رسميه؟ قدمت زمان ايام مبارك كمان. مبارك كنت قدمت يعني، بس ما خدوش خطوات يعني ما اترفضتش، بس ما خدوش خطوات. بس ما توافقت، ما توافقش عليها. المهم لما رحت بقى اللي هي الاجراءات البسيطه وقابلوني بالترحاب وبتاع ده، وكان في لواء قاعد وجم، حتى كان في صحفيه جت عاوزه تحضر اللحظه دي، وجم اتنين ضباط بس مدني يعني، وانا كنت جايب شهاده ميلادي. انا كان عندي شهاده ميلاد مصريه على فكره، بس انا كنت ارفض ان انا اجيب الجنسيه بطريقه غير قانونيه. يعني انت كان ممكن تزور بسهوله جدا؟ ممكن ازور واعملها. لا كان عندي انا شهاده ميلاد المستخرج كده، كان في اوراق والدي بتاعه خدتها فمقدمها، فهم راحوا يعملوا تشيك يعني يشوفوا ايه الاوراق. ف
فجم وشهم مبلم. فقالوا عندنا مشكله. ايه المشكله؟ قالوا ان والدي ووالدتي متسجلين مصريين. فعشان يحلوا المشكله يغيروا في اوراق لوالدي ووالدتي انهم مش مصريين. لان اخذت الجنسيه. انت فاهم قصدي؟ لا 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 تاني، يعني حضرتك بعد السنين دي كلها اكتشفت دي يوميها. يعني انت لو زمان كان حد بص في الورق كان هيقول لك يا استاذ انت مكتسب الجنسيه بالوراثه. مش محتاج اقدم خالص. زمان بقى في الثلاثينات فكان التسجيل سهل يعني. يا نهار ابيض، انت عشت كل الفتره دي على ولا حاجه، واضطريتوا بقى ما بين قوسين تغيروا او تزوروا. مش انا، هم انتوا زورتوا شهادات ميلاد الاب والام. غيروا في الاوراق. ده احنا اعجب بلد في الدنيا. ايوه طبعا. انا استغربت جدا يعني. حاجه غريبه جدا. وبقى معاك بطاقه رقم قومي بقى وخلاص يعني. معايا. شايلها اكيد، ما بتسيبهاش من ايدك يعني. لا لا عادي يعني، مفيش مشكله يعني. فرقت معاك بعد السنين دي كلها يا استاذ محمد؟ ما فرقتش كتير يعني، هي فرقت حاجه واحده بس. انا يعني في المطارات كنت اكره ده. انا كنت تتضايق انك ما تطلعش باسبور مصري؟ اتضايق قوي. وانت كان الباسبور اللي معاك كان ايه؟ انجليزي. يا راجل. والله. يعني انت كنت متضايق انك بتسافر بالباسبور الانجليزي ومش بالباسبور المصري. بس انا ليه حق الباسبور؟ ما انا عارفه. بس ودايما لما اسافر بطلع بالمصري واخش بالمصري دائما يعني، من بعد ما اخذت الجنسيه. دايما اطلع واخش بالمصري، الا اذا رحت بلد بقى محتاج فيزا بتاع، بستعمل الانجليزي. إيه معلش انا هرجع تاني. حضرتك قلت انك طلبت الجنسيه قبل كده بعد لما عملت فيلم السادات. انا فاكره انه كان في احتفال، لانه فيلم ايام السادات فيلم جميل على كل المستويات، التنفيذ والاداء والفكره والتوثيق كل حاجه الحقيقه. وكانت رئاسه الجمهوريه وقتها كرمتكم واجتمعت بيكم. انا فاكره كان الحدث كبير والصور كانت في الجرايد. انت يوميا ما طلبتش من الرئيس الاسبق مبارك؟ كنت جايب جواب، جايب جواب يوميها ده واديته لجمال. وبعدين بعديها بيومين اتصلوا بيا من المجمع بتاعي، سالوني كام اسئله، وادي وش الضيف. ما حصلش حاجه بعد كده. انت كان عندك امل كبير مع التكريم الكبير للفيلم ده في ايام السادات؟ الاجراءات تبقى اسرع يعني، بس ما حصلش. صحيح انه مع تصوير فيلم ايام السادات يا استاذ خان حصل خلاف كبير جدا وشقاق مع احمد زكي. كان في مشاكل، لان هو كان منتج الفيلم وكان دايما بيزن في ودانه طول الوقت على مصاريف ومش مصاريف، فهو كان عصبي شويه يعني. فزائد هو عصبي زائد انا عصبي، فالعمليه مش اياميها يعني وصلت لمرحله كان في مشاده بيني وبينه. فوقفت التصوير وسافرت بره، حتى سافرت انا اسبوعين بره البلد يعني، عشان العمليه تهدى يعني لغايه ما رجعت اكمل يعني. بس خلينا نشوف مقطع من فيلم ايام السادات ونرجع له تاني مع المخرج الكبير محمد خان. جمال راح وسابني رجليا متكتفه على شريط السكه الحديد، ولو ما بعدتش عن القضبان القطر هيهرس لحمي وعظمي. بس عارف المشكله يا محمد؟ لو حصل حاجه الشعب مش هيطالب برجوع تاني للرئاسه زي ما عملوا مع جمال. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أنا اتخذت القرار. سمعتني يا محمد؟ اتخذت القرار على بركة الله. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة بأي مقياس عسكري. قامت بها القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر، حيث تمكنت من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة جسور لها، بعد أن أفقدت العدو قدراته وتوازنه في 6 ساعات.
لقد فقد العدو المتغطرس توازنه واستعادت هذه الأمة شرفها بعد أن أصبح لهذا الوطن درع وسيف. ده فيلم كبير، فيلم كبير قوي. احكي لي كده عن ذكرياتك مع الفيلم يا أستاذ خالد. هو طبعا دور السادات كان حلم أحمد يعني، ويعني أنا كنت يعني كنت في الموضوع 5 سنين قبل ما يتنفذ يعني. كنا يعني كان عاوز يعمله من زمان يعني. فبعدين انا انشغلت بحاجات تانية، وبعدين هو لجأ لاخرين عشان يعملوه، بس بظن ما نفعتش العملية فرجع لي. فانا فاكر لما جالي البيت ومعاه يعني منتج صديق، فصالحنا يعني. فهو نازل قلت له بس اسمع اسمي قد كده، ها؟ قال لي كده؟ قال لي بالنيون بدل التحرير. كان في بينكم العشم ده تتخانقوا وتتصالحوا وتتخانقوا؟ لا احنا يعني كان طبيعي بيننا ده يعني. في صبيانيه شويه يعني، عارفه؟ صبيانيه. طب وايه اكتر المشاهد اللي انت يعني فاكرها ما تنساهاش ابدا في تصوير الفيلم ده؟ يعني انا مثلا عملت بحث كتير قوي في الفيلم غير اللي اتكتب، غير الكتب حتى. يعني قعدت انا مع بنت السادات الصغيره 3-4 ساعات مثلا تحكي لي على تفاصيل. اللي انا مثلا في تفاصيل في الفيلم، حتى قعدت مع مدام جيهان حكيت لي على شويه تفاصيل. يعني مثلا اول مره يمسكوا ايد بعض، ده مش هتلاقيها في كتاب، هتلاقيها في الفيلم. لما في السويس لما مسك ايديها بيعدوا، دي كان اول مره يمسك ايديها. يعني دي مش خيال سينمائي، لا ده لا زي لا ما حكيته مدام جيهان. لا جايبها كمعلومه. كان في معلومه تانية مثلا، بنته الصغيره كانت تحب تنظف الفرشه، هو كان يحلق لنفسه. تنظف الفرشه اللي سايبها على الحوض او حاجه كده. يوم الاخير يعني هم مشيوا من البيت وهي جت متاخره، فلقت الفرشه فنظفتها. يعني انا كان صورت ده ولكن ما استعملتوش لاسباب الفيلم اتشد شويه في الاخر. يعني مثلا العصايه نسيها على السرير. يعني تلاحظ انت في الاخر هو ما كان دايما عنده العصايه، صولجان كده، ينسيها على السرير. فانا صورت مثلا العصايه. يعني في تفاصيل كتيره جدا انا كنت حريص ان انا رميت كتير بقى من الفيلم ده. رميت بمعنى يعني سينمائيا، ان انت في المونتاج طبعا شلت بقى كتير. يعني فيلم ساعات لازم يتشد يعني، الناس ما يملوش، فلازم. احمد زكي الله يرحمه كان متضايق قوي ان انت عملتش الحاجات. شلت بس حتى من خطبه مره كده. فعلا كان بيجي لك ويقعد يبات جنبك خايف لا تشيل حاجات وتتخانق؟ لا لا لا، هي مره بس اللي جه بقى، وكان كان بيخبط في الارض يعني عليه. فعلا. احكي لي التفاصيل يا استاذ محمد. ممثل نادر، ودايما انا حاسس ان لو انا عاوز امثل ابقى زيه. وهو حتى قالها يعني، لو عاوز يبقى مخرج يبقى زي يعني، عارف؟ كان في كده العلاقه الفنيه دي قوي يعني. يعني انا فاكر مره من ضمن الخصومات اللي بيننا، كنا معزومين في فرنسا، فكنا في الطياره في الفيرست كلاس، مفيش حد الا احنا. هو قاعد هناك وانا قاعد هنا، هو ما بنكلمش بعض، كنا قاعدين كده متخاصمين. فقمت رحت قعدت قلت له هنقعد كده كتير يعني؟ مش معقوله يعني لازم نتكلم يعني. قال لي انت اللي غلطان. قلت له انت اللي غلطان يعني، فاهمني؟ فكان هي دي العلاقه. هرجع لكتير من تجارب محمد خان، بس هناخد فاصل ونرجع تاني. انت مثلت في كذا فيلم اساسا. بمثل كده لاصحابي يعني. اقول لك ايه؟ ياسمين رئيس كانت اكتشاف اكتشافات. اصلا الفيلم ما كانش الدور لها، كانت لابسالي الشغاله. كان جايه تقول لي انا تفكر جديا انك تفتح محل فول وفلافل، فكنا هنسميه لص حسن. خلاص خلصت
مش بتاعتي وخلصت. فنانين زي محمد خان دول مش كتير. مراية الحب عمية بنورها مش قوي، ونار الحب حمية وانا فيها بنكوي. قبل زحمة الصيف زمان يا رعب. بصي اصل صعب ان انا اوصف بكلامي. لك حق يا استاذ صلاح. اسمع كلامي. لا 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 لا. جنيه بعتها لي بابا. من امتى ابوك بعت لك فلوس؟ بعت لك كام قبل كده؟ ابوك بيصرف عليك دلوقتي؟ بقينا بنشحت؟ والله يا عان بقيت كروديا؟ ارجوك يا هشام بلاش نتخانق. كلميني انا بقى في البيت ده؟ هو فين البيت ده؟ ده بقى سرقة مجانين. من امتى بعت لك فلوس من ابوكي؟ من امتى بعت لي قدامه؟ ايوه يا دنيا يا بنت الايه؟ كده فل وكده في الاوكي. ايوه يا دنيا يا بنت الايه؟ كده فل وكده في الاوكي. اي غدرج هرد عليه هديه وعلقه من رجليه. ايوه يا دنيا يا بنت الايه؟ كده فل وكده في الاوكي. ايوه يا دنيا يا بنت الايه؟ حضرتك قلت انك لو كنت ممثل كان نفسك تبقى زي احمد زكي، يعني عندك موهبه احمد زكي. لو كنت ايوه. بس انت مثلت في كذا فيلم يا استاذ خير. بمثل كده لاصحابي يعني كده لعب يعني. انا عايزين نعرض مجموعه من المشاهد الصغيره للاستاذ خان وهو بيمثل بقى، ومعرفش بقى ادائك ازاي، يعني المخرج اللي ماسك الفيلم بيتعامل معاك ازاي يعني. اسمع كلامي. لا لا لا. لا لا لا. طيب اللي احنا فاكرينه دلوقتي ملك وكتابه وبيبو وبشير، ومش فاكره كمان في فيلم ثالث واحده بواحده كمان مع عادل امام صح؟ ده زمان قوي ده بقى. شفت انت بقى عندك موهبه تمثيليه من امتى؟ من المدرسه. من المدرسه. خلينا نشوف استاذ خان وهو بيمثل. حوش اتنين اول مره. عشان حلق حوش خلي بالك من فنكوش. تنترارارم بام بام. كات صافي لان كل حاجه. اقول لك ايه يا صلاح؟ على فكره يا جماعه اي كلام تحب بعدين في اي يوم تاني. لا 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 ده كده كويس قوي. خلاص يا روح قلبي ممكن تلبسي. تحب ابدا لك الشغل ده على طول؟ لا 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 اركنه. عرف اركنه على ايه؟ عرف. الله انا كنت متصرف على الشغل ده. انا هبقى اتصل بيك بعدين. هايل يا روح قلبي هايل. برافو 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 حقيقي. كنت جلي انت بتسمي ده زمان وانا قدك في عشوه زي دي. تعرف كنت باكل كام كيلو من ده؟ قول رقم. مش عارف. قول رقم. كيلو؟ خمسة. كويس. لحلع شوية بابا بيحب اللي يطبل له. بس كده. ماما عنتر فين؟ نازل الشارع. ايه ده؟ انتوا بتسيبوه ينزل الشارع كده لوحده؟ اصلا ماليش في الكلاب خالص. ونوع ايه؟ ده اخويا. عنتر ده شخص. واد بايظ. سايب مذاكرته ونازل يسيح في الشوارع. انت عارف انا دافع له كام في دروس خصوصية السنة دي؟ الرقم. قول الرقم. 10,000 جنيه. اوفر. 1000 جنيه. 6. احلف. زي ما بقول لك كده هتخبط على الباب جامد. العساكر وراك. هتخش معايا امر تفتيش. هتقول لهم خشوا فتشوا. حافظ الحوار؟ حافظ يا استاذ. اوكي يلا بينا. رولينج. كليك. 56-2 أول مرة. أكشن أكشن. يا لهوي. ستوب ستوب ستوب. ما تنسى يا دكتور. بتضحك ليه يا أستاذ خير؟ بضحك لان كنا بلعب كده كنا لعب ده. اي بس واضح انك بتحب التمثيل. طبعا. طب عاوز العب شرير. ما حدش بيجيبني العب شرير. حاجه تغيظ فعلا. طبعا. طب وكابت نفسك ليه؟ طب يعني انت لو عايز تمثل من زمان تقدر تمثل على طول يعني. لا ما بيجيبونيش. طب جيب نفسك. اجيب امثل فيلم انا اخرجه؟ لا ما ينفعش. خد دور اختبر نفسك. لا 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 عاوز العب شرير. مش شرير بقى اللي هو
مش ستيفان روستي. اه يعني عارف زكي اسمه زكي رستم. زكي رستم الشرير ده. ده لا لا اعمل لي جمله شريره زي زكي رستم يا استاذ خان. بقول لك ايه ادد على طول. يا جماعه عندنا ممثل يعني محتاج فرصه، مش معقوله كده. ازاي المخرجين تاهين عنك يا استاذ خان؟ ما بيفهموش. ده شيء عظيم، ده شيء عظيم. قولي الافلام دي اتعرضت عليك ازاي وفكرت فيها ازاي؟ هي اكتر واحده يعني مشكوره بتجيبني مريم ابو عوف. هي دايما بتلاقيني الدور يعني. وفي ماجي مورجان جابتني برضو في فيلم نسيت اسمه. بيبو وبشير كان مين؟ بيبو وبشير مريم. مريم مريم. كان دورك حلو بقى في الفيلم ده، وهي دي المفاجاه يعني. احنا كلنا لما شفناه لان الادوار الثانيه كنت بتعمل دور مخرج اكشن مش بيبان قوي. ده مثلت بجد. وبمناسبه حكايه المشاهد بتترمي يعني كان ليا مشهد طويل جدا مع منى وقعدت احفظه. صعب، كان وان شوت. في الاخر رميته. فحسيت قد ايه الممثل بيتضايق لما بترمي المشهد بعد ايه. بعد ما عزبت ممثلين مصر كلهم. اهو انا هقف عند فتاه المصنع وهسالك شويه اسئله كتيره. اولا هو فيلم من اجمل الافلام اللي ممكن الواحد يتفرج عليها، وهو زي ما بيقولوا تيبيكال محمد خان. يعني هو محمد خان اللي بيشوف لقطه بسيطه بس يخلي كده فيها ابعاد وطبقات مش مرهقه ليك، ما تحسش انك بتتفرج وانت تعبان، لا انت بتتفرج بمنتهى السلاسه على حاجه فيها معاني كتيره جدا يمكن ما تبقاش مدركها بس حاسسها. لما تستخدم صوت سعاد حسني، انا كنت فاكره انه ده عشان له علاقه بالتيمه بتاعت الفيلم، انه البنت بتاعت المصنع، عالم الفتيات، احلامهم، انكساراتهم، احباطاتهم، اي يعني. فانت استخدم سعاد حسني، ما كنتش عارفه ان انت ده شيء شخصي، انت بترد لا جزئيا شخصي، بس كمان سعاد كان جزء من الثوره كمان يعني اللي كانت في الشوارع، كان في يعني تجدي سعاد وانا حطيتها في الفيلم يعني. فهي كانت جزء من حياه البنت دي يعني، من فتاه المصنع دي، ها جزء من حياه سعاد يعني. ف خدمتني يعني، عارف انا بس قد ايه الفيلم جميل. الفيلم ده جميل وكل اللي مثله فيه مثله حلو قوي، بس ياسمين رئيس كانت اكتشاف الاكتشافات طبعا. هي اخذت الفيلم اخذت جوائز وهي اخذت جوائز، بس احكي لي على اختيارك لياسمين رئيس. هو اصلا الفيلم ما كانش الدور لها، كان الدور لروبي، وكان روبي انشغلت بافلام تانية. وياسمين كان جت في الكاستنج لاي دور في الفيلم، ما كانش لدور معين يعني. يعني كان ممكن تبقى بنت من البنات اللي حواليها في المصنع. ايوه كان يعني هي كانت متوقعه ده على فكره. فلما حسيت ان روبي مش هتقدر تشتغل في الفيلم، قعدت ادور بقى وافتكرت ياسمين وافتكرت التيست وشفته، حسيت ان البنت دي فيها حاجه ممكن تبقى حلوه يعني، واديتها الدور. حظي هو اللي قال امشي ورا قلبك، يجوز عشان بقى عندي 21 سنة، ويا لهوي لما الواحدة مننا تكمل 21 سنة. قمر يا بت لو شفتيه حاجة كده خمس ادوار. مش لابس دبلة. سبع نقط يا بت وتلاقيه مستنيك. هو مين ده يا خالتي؟ الفرح والزينه. بص يا بت الزينه، عارفه يا خالتي لما بشوفه بتلج واعرق وانمي وادي عارف سر من غزي منه. يا واد يا تقيل. والزغاريت يا عيده. وبعدين معاكي بقى الواحده تقول لواحده انه وحشه. لو كنت فاكره او حتى عدى على دماغك ان انا ممكن اتجوزك في يوم من الايام، يبقى خيالك وداك لبعيد قوي يا شطره. لما نعوزك تاني هنبقى نقول لك.
مع السلامة. انت اللي خليتيني اتعود ابقى خدام. انا الحق عليا، سبت البت لازقه فيكي في الرايحه والجايه واقول معلش ما جراش حاجه، اهي خليتها برضه. بصي على قدك، لو بصيت لك على قد انت وهي هتولعوا. بتقولي ايه يا قطه يا معفنه؟ فيلم زوجة رجل مهم، واحد من اهم، مش بس اجمل، هو من اجمل بس من اهم الافلام اللي عملتها السينما المصريه في تاريخها. كنت مدرك ان انت يعني ان انت هتعمل فيلم مهم كده بالرغم من انه مره تانية التيمة البسيطه؟ يعني برضو البذره، ايه البذره بتاعته؟ البذره بتاعته كنت سايق عربيه ومعايا اولادي صغيرين وعاوز احود يمين، ففي عربيه كده فبدي له اشاره انه يعدي، فشتمني شتيمه قذره بدون داعي يعني، فتنرفزت جدا انا ورحت كاسر عليه. هو نزل من العربيه، اول ما شفته بيقلع النضاره عرفت ان هو بوليس يعني، وجيت اداني بوكس في صدري. ضربك؟ خبطني بس في صدري، فده قدام الولاد يعني، ولاد صغيرين، فانا طبعا صرت يعني، فقلت له انا مش سايبك. قال لي يا سلام، تعال، كنت شارع السودان، قال لي روح اسم بلاد دكرور. دخل هناك هو الكارنيه بتاعه يعني، انا طلبت اشوف المأمور، قلت له انا انجليزي، بقى العب بقى اللعبه بقى معاهم من الاخر يعني، قلت له انا انجليزي. قال لي بس دي مش تبعنا، دي تبع اسم اسم التاني في شارع ولو في مشكله في البحر الاعظم. فروحت هناك، طبعا كانت العمليه بقى يعني اوريدي محامي جه يعني طورت العمليه، وفي الاخر اعتذر وكتابه والى اخره يعني. فاتت دي قعدت معايا يعني، ان واحد ممكن يعمل فيك كده يعني، دي قعدت معايا يعني، فابتدت البذره هنا. ومرت الايام بعد ما اتعمل الفيلم، وكان في مهرجان في قاعة المؤتمرات، فمين ما كان ماسك الأمن في قاعة المؤتمرات نفس الضابط، وأنا داخل ياخدني بالأحضان وبتاع ده، فكان قاعدين زملاء، قلت لهم هو سبب زوجة رجل مهم. ده هو الراجل المهم. ده هو شخصيا. ايه في ايه؟ بيقول يا فندم ان الصنف ده ممتاز خارج التسعيرة. مفيش حاجة اسمها خارج التسعيرة، تبقى حرامي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حضرة؟ تعرف انت بتكلم مين يا ولد؟ عارف بكلم مين؟ وكمان بترد عليا؟ قوم اقعد وانت بتكلمني. انت زودتها قوي. انا لازم اوديك الاسم. اسم اسم. انا هوديك الاسم. انا عايز اروح الاسم. تعالى معايا. انا عايز اروح الاسم. انا عايز اروح الاسم. انا فين يا استاذ؟ الله. الراجل ده لازم يتحبس. صباح الخير يا باشا. انا العميد هشام ابو الوفا من المباحث. سابقا اتفضل. انا مش هقدر استنى، انا مستعجل. اندهلي شويش عباس. فندم روح مع حضرته مكتب النبطشي. اتفضل معاه. فعلا بقى كنت بتفكر جديا انك تفتح محل فول وفلافل في لندن؟ انا والاستاذ صلاح ابو سيف، مش انا لوحدي، انا والاستاذ. انا بقى مش مصدقه ان انتوا الاثنين بجد قرروا تعملوا فول وفلافل. لا اكيد كان هزار. لا مش هزار، لان اياميها ما كانش فيه فول وفلافل في لندن، فايه، وانا كنت عندي حاله ياس كده شويه. فجالي الاستاذ صلاح بتاع، ففكرنا في المشروع ده، فكنا هنسميه لسط حسن على في اسم فيلم فيلمه وانا ابني كان اتولد اسمه حسن، فهو هسمي لسط حسن، وهنجيب الشيف من مصر. الشيف الفوال بقى ولا بتاع مش شيف يعني شيف الفول بتاع الفول يعني. في ميدان جوهر، في سليمان جوهر. سليمان جوهر في بتاع كام بتاع يعني، تجيب الفوال من سليمان جوهر وتخليه مثلا يعمله في ترافالجا سكوير مثلا في لندن. كنا نعمله في بيز ووتر.
ما كانش فيه محل خالص، محل ما كانش فيه اميال. اكيد كنتوا بتهزروا يعني، انت كان ممكن فعلا تبقى بتاع محل يعني طعميه يا استاذ خان، مع انا مش مع كل الاحترام لمحلات الطعميه، بس انت راجل سينمائي يعني. اه ما ساعتها برضه ما كنت لسه ما عملتش فيلم الاولاني يعني خالص، ف وكنت عندي حاله ياس مش هعمل سينما يعني خلاص بقى كلها بتبعد عني. فالمهم ايه، فما استاذ صلاح اداني شيك، ها كان مش عارف كان 5000 استرليني ولا حاجه كده، وانا رحت استلف فلوس من البنك علشان نعمل المشروع ده. ساعتها بقى جت الله يرحمها ناديه شكري المنتيره، وجت قالت انت بتعمل ايه هنا؟ ما تيجي يا اخي تعمل سينما في مصر سهله جدا، وتاخد صرف التوزيع وتعمل فيلم بتاع. فلعبت فيا بقى الله، رحت لاغي الشيك المشروع الشيك بتاع ما كانش اتصرف، لغيته ورجعته للاستاذ صلاح. ها وبعدين مرت الايام الاستاذ صلاح كان عنده لدغه الكلام، قال لي يا محمد كان زمان انا مليونيرات من الفول والطعميه. قلت له ليك حق يا استاذ صلاح. فعلا انت لو كان عندك محل فول وطعميه في لندن كان زمانك فعلا ملياردير مش مليونير. ما كنتش هبقى قاعد هنا. طبعا ده انت كنت هتبقى بقى يعني من من المؤسسين بقى، ويبقى عندك ندفع ثمن كتير قوي في السينما دي. لا هي السينما مش السينما حقيقي كسبت محمد خان، ربنا يخليك، والمشاهدين اللي اتفرجوا مرتدي السينما كسبوا بمتابعتهم ومشاهدتهم لافلام محمد خان. الفنانين اللي زي محمد خان دول مش كتير، مش كتير. في ناس كتيره ممكن يبقى تعمل فيلم حلو، في ناس كتيره ممكن تعمل لقطه حلوه، في ناس كتيره ممكن تعمل حاله حلوه، انما ان هي يبقى عندها منهجيه ومدرسه في الاداء زي محمد خان دول قليلين قوي. وحقيقي حقيقي حقيقي السينما كسبتك والفول والطعميه خسروا. بعد الفاصل استاذ محمد خان هنكون مع تجربته قبل زحمه الصيف، لانه ده المولود الجديد او الحاله الجديده اللي هو عايشها، فيلمه قبل زحمه الصيف. بعد فيلسوفه صغيره عيونها دايما سرحاني. ما تتكلمش على المايول اللي في الفيلم. انا اصلا هلهليه وبخش في الناس كده على طول خلاص ما فيش دور تاني خلاص. انا شايفه انها سخيفه. ليه تعملوا فيلم عن 5 اشخاص؟ هو ما فيش قصه، يا حاله. الحقيقه الفيلم كده في دف، بنعمل حاجه وهنخلصها للاخر وبعدين هنمشي. بتغني مش عارف فين، اصل احنا مش هنصدق. هو لو اتعمل مظبوط هتصدق؟ ايه هي بقول ايه؟ نكست. اللي بعده. الأستاذة باين عليها بتاجي هنا من زمان يا دكتور. لوحدها مش كده؟ مش عارف أنا بس استفدت إيه من المديتيشن ده. دكتور يحيى راجل محترم جدا. ما هم المحترمين دول اللي لازم الواحد يخاف منهم. أنا مش منبه عليك 100 مرة إن أنا بحب أرش الجنينة بنفسي طول ما أنا هنا، وإن كان على التنطيط أهو يا أخويا. أهو أهو أهو. معنى انت يعني بس اللي بتتأملي؟ لازم تفهم ان في حاجه تانية انا عملتها معايا راجل فظيع. صوص ايه ده؟ مشروم بابرز. رهيب قبل زحمه الصيف، فيلم محمد خان اللي هينزل السينمات خلال الايام يعني. اولا الف مبروك يا استاذ خان. شكرا. الغريب انه الفيلم كله اجواء ولها علاقه بالبحر والرمله، والحقيقه الفيلم كده في دفء مش حر، في دفء جميل في كل حاجه. الغريب ان هو اتصور في الشتاء، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي استاذ خان. قلتها لي، ده الشمس منوره وملعلعه والبحر ازرق وجميل، ازاي صورته في الشتاء؟ شهر نوفمبر. نوفمبر كان ظروفه ان نلاقي الوقت اللي برضه الاماكن دي فاضيه. ف
وكان حظنا حلو، كان الجو لطيف وحظنا حلو مع الجو. اه طبعا. يعني ماشي مع الفيلم بالرغم من انه تصويره انا هستاذن حضرتك استاذ خان، احنا هنستقبل بطله فيلم قبل زحمه الصيف، البطله اللي بتعيش حاله من التالق الفني من اكتر من موسم، بدأتهم بموسمين دراميين على التلفزيون بمسلسلين كانوا من اهم المسلسلات اللي اتعرضت، حاله من التالق والاختيارات والنضج الفني. الحقيقه ان هي وجودها في الفيلم ده بالتاكيد يعد اضافه، انما هي قررت من ساعه ما الفيلم اتعرض في المهرجانات ان هي ما تتكلمش على المايو اللي في الفيلم، قالت انا ممكن اتكلم على الفيلم انما اطلع عشان اتكلم بس على المايو ده شيء رفضته طول الفتره اللي فاتت. هتتكلم لاول مره عن فيلمها اللي هي بطلته الفنانه هنا شيحه. الف مبروك يا هنا. الله يبارك فيك. انا شفت الفيلم في عرض خاص. اوكي. انا شفت هنا شيحه تانية خالص. يعني صحيح ان انت فاجئتينا في السبع وصايا، الوصايا السبع وصايا سبع وصايا انما في الفيلم ده انت فاجئتينا بنمط مختلف خالص يا هنا. انت عملتي في مرحله عمريه مختلفه شويه عن اللي انت قدمتيه، طبقه مختلفه، طبقه اجتماعيه. صح. احكي لي كده عن الفيلم لما جالك. بصي، اول حد كلمني كان وائل عمر البروديوسر ميدل ويست، وقال لي احنا عايزينك في فيلم الاستاذ محمد خان. فانا سكت كده، قلت له استاذ محمد خان؟ قال لي ايوه. قلت له طيب يا ريت، انا ابعت لي السيناريو على طول. وبعدين كان عندنا ميعاد يوم الاحد، وبعدين المفروض كنت ارد على وائل الميعاد الساعه كام، فلقيت مكالمه من الاستاذ محمد خان. انا محمد خان. فقلت له ازاي حضرتك، انت مش عايزه تيجي الميعاد ولا ايه؟ قلت له انا خالص والله مش حقيقي، انا قريت الفيلم وكسفت اكلمك دايركت يعني قبل ما اشوفك. فقال لي انا شفتك في موجه حره وانا عايزك تبقي معايا في الفيلم. قلت له يعني اتس ان اونر يعني شرف انك تشوفني يعني بطلة فيلمك يعني. والناس كلها خوفتني من استاذ محمد. كل الناس بنقول خوفتني من خان بشكل رهيب، وانا بقول خان، الناس بتقول خان، اقول لهم ايوه بقول خان عشان هيز ماي فريند. ما تسالوش اسئله كتير، بيزعق ومش عايز الممثلين يتدخل. ايوه وهو صعب جدا. فانا رحت مع وائل، قابلنا استاذ خان عنده في البيت، و يعني رايحه قلقانه طبعا، رايحه طبعا عارفه مش عايزه، عايزه اعمل كل الحاجات اللي هم قالوا عليها، بس انا مش كده، انا اصلا هلهليه وبخش في الناس كده على طول. وقعدنا نتكلم ونرغي، وبعدين قلت يعني هو مش كده خالص، انتوا ليه بتقولوا كده على الراجل؟ يعني هيز ا سويت هارت، وانا حسيته اصغر مني يعني، عنده روح روحه. بصي يعني مفيش كده، مفيش مخرجين كده. بعدين هو عارف كويس قوي هو عايز ايه، يعني احنا مش بنجهد في التصوير، يعني هم 8 ساعات، ممكن يبقوا 6، ممكن يبقوا 9 ده لو يعني اتاخرنا. هو شغله جاي جاهز، عارف زوايا كويس قوي، عارف هو هياخد ايه بالظبط. صحيح، انا كنت لسه بقول له استاذ خان كده، انه ده من المدرسه اللي هي بالنسبه لها السينما موهبه وحرفه وصنعه، مش في مخرجين وعلى فكره اسماء كبيره جدا بيدخلوا كده اللوكيشن اللي هو ايه، بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل ايه؟ هنعمل ايه النهارده؟ ايوه هنعمل، لا 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 استاذ مش كده، ده الديكوباج بتاعه موجود معاه ومساعدينه وكل حاجه، وكل حاجه انت بتروحي everything is ready، النور جاهز، كل حاجه جاهزه، السيت اب جاهز، بنعمل بروفا، نصور، الموضوع سلس جدا، مش ملعبك خالص. وبعدين احنا قعدنا شهر، فكنا دايما يعني جوه المود بتاع الفيلم، جوه الشخصيه. مفيش بتروحي بتلاقي اهلك واولادك وقرايبك واصحابك، وما بتخرجيش بره المود. فبعد 3-4 ايام بقينا كلنا كده، يعني انا بقيت مدام هاله، وبقى ده جمعه، وبقى ده يعني خلاص بقينا بنتعامل كده في الفيلم. لما كنتوا بتصوروا كنا عمالين نسمع معسكر عمل ومحدش بيخرج ومحدش بيتكلم، فاحنا قلنا بزحمه الصيف ده فيلم مليان بقى مجاميع وشواطئ وكومبارس. رحنا لقينا الفيلم 5 انفار بالظبط. فيعني احنا كمان جالنا، انا تخيلت على فكره انه من الافلام اللي زحمه مليان بقى وكل ما يسمع وماجد الكدواني يقول انا ما اقدرش انا كده، طلع الموضوع 5 انفار بس. استاذ خان على فكره الموضوع مش صعب ولا ايه؟ بصي، هو الحاله العامه للناس كلها انه حتى لما كان بيبقى مثلا استاذ خان يدينا اجازه يوم الجمعه،
احنا كنا ما حدش بينزل مصر، ولا الكرو ولا الميك اب ولا الشعر ولا المصور ولا حد، كنا بنفضل قاعدين خلاص. احنا عيله وخلاص، احنا بنعمل حاجه وهنخلصها للاخر وبعدين هنمشي. فالمود العام كان كده فعلا يعني. طيب انت بتلعبي دور سيده اربعينيه مطلقه، ما تقدريش تقولي عليها ان هي السيده اللعوب، بس ما هياش السيده الستريت يعني، مش عارفه اوصفها ازاي، بس السيده الاربعينيه اللي متحرره يمكن، بتدور نقولها. على الحب زي اي ست، بتدور على الحب، بتدور على الحب وعندها مسؤوليات، بس بتاخد وقت لنفسها بره المسؤوليات دي. فبتروح الساحل، ومش بتقول انها بتروح الساحل طبعا، هي بتروح تشتغل يعني، بتاخد اجازه تطلع، بتقول لهم ان هي انا رايحه يعني، عندي شغل في اسكندريه بس هي خدت استقطعت الوقت ده من العيله بتاعتها لنفسها لحياتها هي. في الفيلم ده في جمله بتتقال يا استاذ خان، اللي بيجي البحر في الوقت ده او الساحل في الوقت ده، يا اما هربان من حاجه، يا اما بيدور على حاجه، يا اما بيدور على حاجه. ليه تعملوا فيلم عن خمس اشخاص؟ يمكن مش عايز اقول القصه في النهايه بسيطه مش معقده، ليه تتحمس للفيلم ده يا استاذ خان من الاساس؟ يعني انا هو ما فيش قصه، يا حاله. ايوه هو نون بلوت موفي يعني، يا حاله. برافو، هو نون بلوت. انا كنت لسه بشرح له ما فيش عقده، ما فيش يعني، ما هو ده ما ده نوع افلام صح. يا حاله طبعا. حاله ازاي الطبقه دي بتتشاف من عين جمعه، شخصيه جمعه هو شايفها ازاي؟ هو ده الفيلم تقريبا بالظبط. هو كمان مش بيحكم يعني، هو في الفيلم احنا مش بنحكم على الشخصيات، احنا بنخش حياتهم بنشوفهم وبعدين بنمشي. فهي حاله للناس دول يعني. في ناس بيعتبروا نفسهم مريناويه بتوع الساحل يعني، في ناس يحبوا يقضوا معظم السنه هناك. انت شخصيتك او المجتمع اللي انت فيه قريب من الناس دول اللي بيقعدوا شهور طويله قدام البحر؟ لا، انا بروح دهب بختص. انا بروح في حته ما فيهاش حد فعلا. عشان بحب الغطس، ولادي كمان، فاحنا بنطلع دهب يعني او الجونه بس يعني ما بقعدش فترات طويله. او يمكن السنين اللي فاتوا كان دايما بصور في رمضان، ودايما رمضان في الصيف، فما كانش عندي صيف اصلا يعني. كنت بطلع افتر سيزون يعني، دايما بقى المكان فاضي. استاذ خان قلت لي انك فكره الفيلم ده جات لك وانت قاعد في الساحل. حوالي اقل من اسبوع يعني، رحت كده اجازه كده يعني. قبل زحمه الصيف. قبل زحمه الصيف. ومن هنا جت لي الفكره ان الله يعني ما فيش حد في القريه خالص. ده بيبقى مارس ابريل كان حاجه كده. فجت لي الفكره من هنا وابتدت. ولا شفت حاجه نبهتك انه اللي جاي هنا دلوقتي يا هربان من حاجه يا يا بيدور يا بيدور على حاجه؟ ده غاده بقى، دي غاده شهباندر. دي غاده شهباندر. غاده شهباندر اول مره عمل يعني، غاده شهباندر كوجه عام، كشخصيه عامه معروفه. نشطه وعملت شايفينكم، انما عمرنا ما نعرف ان هي بتكتب افلام يعني. دي اول مره، اول مره تكتب كسيناريو يعني. طبعا كانت تجربه جديده بالنسبه لها ايضا. بس في جمله في الفيلم بتاعتي انا اللي هي وفي سيكونس كله زي سيكونس العجله، لما بنركب بركب العجله وبمشي في العجله دي جت الطف المشاهد اللي موجود ده اللي بيتاخد منه القفيش ده اللي ايوه ده الليله اللي قبليها جت لي الفكره. هي لقطه جماليه جدا. وطبعا لها معنى في الفيلم. بس فيها جمال ومتاخد القفيش. ايوه هو قرر ان هي دي تبقى المرحله اللي بتنقلنا للصيف. بمناسبه بقى اللي تخلص من لابسها على العجله يا هنا، خلينا بقى ايه اخبار المايو ايه، واحكي لي على مشكله المايو اللي حصلت. كل السيناريو او بيبقى بيدور في مكان، اوكي؟ كل مكان ليه شكله وليه لبسه. خلاص لما زي ما حضرتك بتقولي عملت سبع وصايا، سبع وصايا ام ام بنت فلاحه او مش فلاحه يعني، بنت من طبقه تحت الحديد وعايشه في وسط عامل كده، فعلى طول لابسه جلابيه ولابسه الخمار ده والنقاب، مش النقاب يعني الطرحه، ما تحطش ميك اب، وهي ده شكلها، هي هو ده لبسها. هاله في الساحل قبل زحمه الصيف، هو ده لبس البحر.
انا يعني هو مش حاجه غريبه او عجيبه، بس عشان يمكن احنا بقالنا كتير قوي في السينما ما شفناش سيت اب على البحر، ولو كنا بنشوف سيت اب على البحر كان الناس ما بتلبسش لبس البحر، بيلبسوا حاجات تانية خلاص. جراءة مني، انا مش شايفه انها جراءة لان انا على البحر بلبس مايو، انا ما عملتش حاجه اوت اوف ذا بوكس، ما عملتش حاجه غريبه، فاهمه قصدي؟ بس فده دي وجهه نظري في المايو، يعني مش شايفه انه حاجه ويه. وبعدين انا برضو الواحد عاوز يكسر، يعني عاوز نرجع يعني بنشوف افلامنا كلها، شوف افلام الابيض واسود كلها يعني عادي جدا. بس هروح استاذ خان، حضرتك لما عملت فيلم فتاه المصنع لما راحوا الرحله العين السخنه نزلوا بهدومهم زي ما بنات المصنع بينزلوا، يعني ده الكالتشر يعني دي يعني مش ده الوسط ده بيعمل كده، مش محمد خان اللي هيكون عايز يبيع الفيلم بالمايو بتاع لا 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 وجمعة بيشوفها كده وعلى طول عايز يقرب وعايز يبص وعايز يعمل، بس كمان جمعة مش بيحكم عليهم، ما عندوش ال 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 ان هو بيحكم على الناس دول لابسين كده ليه، ولا هو مندهش طول الوقت. ف يعني هو حصل كلام كتير على الموضوع، بس انا شايفه ان هو يعني لا احكي لي اوفر ريتد. اكتر حاجه يعني ضحكتك في موضوع المايو؟ هنا شيحه كانت ما بتلبسش كده بقت بتلبس كده، كنت بلبس ايه وما بقتش البس ايه، ما بقتش فاهمه انا كنت بلبس ايه وما بقتش البس ايه. يعني هو الدور او الفيلم عامه يعني في حته تانية، اوكي هو في مكان تاني مع مجتمع تاني مع وجهه نظر تانية، واحنا بطلنا نشوف ده في السينما، اوكي فانا حاسه ان يعني او انا شايفه ان الفيلم ده شبه السينما اللي احنا كنا بنتفرج عليها واحنا صغيرين، نقول الله ايه الفيلم الحلو ده، ما كانش عندنا تعليقات وحشه، ما كناش بنشوف الممثلين ان هم عندهم مشاكل. دلوقتي بقى في خلط بين شخص الممثل وبين نفسه، اوكي هاله هي مش انا، هي واحده دي حياتها وده شكلها وده لبسها، هي ملهاش علاقه بيا انا كبني ادم خالص، بس بقى المتلقي بقى بيربط انه لما يشوف ممثل في شخصيه يندهله باسم الشخصيه. انا واحده تانية خالص ومحدش يعرفني انا، لانه في الاخر انا ممثله، انا بقدم شخصيه بشكل معين ملهاش علاقه بيا انا كمان كبني ادم. فاحنا لازم نبتدي كمان يبقى في وعي عند الجمهور لما يتفرج على فيلم، يبقى عارف ان دول شخصيات بيقدمها ممثلين، هم مش دي حياتهم ومش ده شكلهم ومش ده لبسهم. فحتى التعليقات انا بالنسبه لي ما بهتمش ليها، لانه في الاخر هي بالنسبه لي بره النقد العادي للفيلم. انت ما اتكلمتش على دراما، ما اتكلمتش على تمثيل، ما اتكلمتش على بتتكلم على واحده لابسه مايو، هلبس مايو ايه مشكلتك؟ يعني مش عاجبك الفيلم ما تفرجش، حقك، لانه في الاخر الفن وجهه نظر، في ناس هتحبه في ناس مش هتحبه. لا انت بتعملي فيلم كما يجب ان يكون وجهه نظر المخرج وكمان الناقد او الشخص العادي اللي حاسس انه ده شيء هو مش مستسيغ، وكمان بيعبر عن ده في مقاله، بيعبر عن ده في تغريده في تويته، يعني يعني هو بيقول ان انا ده مش عاجبني، وانت بتقولي انا بعمل فيلم تجربه ويا تحبها يا ما تحبهاش. بالظبط بالظبط. زي ما كل حاجه بتتغير وبتاخد انماط مختلفه، المجتمعات كمان بتتغير، يعني طبيعي احنا اتفقنا انه احنا الناس النهارده اللي بتتفرج على السينما مختلفه عن الناس اللي كانت في الستينات بتتفرج على السينما، مختلفه عن الناس اللي كانوا في الثلاثينات والاربعينات بيتفرجوا على السينما، يعني شكل المجتمع مختلف، شكل اللبس مختلف، السينما كشكل ما اتغيرتش، ولازم السينما ترجع زي زمان تبقى هي اللي بتليد المجتمع، زي ما كانوا الناس بيتفرجوا على لبس الفنانين والفنانات، الله انا عايزه البس كده، انا عايزه اعمل كده، انا عايزه ابقى حلوه بالشكل ده، انا عايزه ابقى جسمي عامل ازاي. زي ما الميديا بتحرك اصلا كل حاجه دلوقتي، يعني الفاشن وطريقه التفكير والاعلانات وكل الحاجات دي، الميديا هي اللي بتاثر على المجتمع، مش المجتمع هو اللي بياثر على الميديا، مش بالعكس. لكن طلع لا اصل الجمهور عايز كده، الجمهور بيحترم اي حاجه بتحترم دماغه، زي ما بنتفرج على الافلام الاجنبي، بس مش بنقبل ان مثلا يتعمل فيلم خيال عالمي مثلا او خيال علمي في مصر، اصل احنا مش هنصدق. هو لو اتعمل مظبوط هتصدق، لكن لو اتعمل مظبوط هتصدق ايه، لكن هو الميك بليف في الاخر، هي الفكره كلها ان الناس تصدق اللي هي بتشوفه بس. هنا انت دايما بتتكلمي او بتعبري عن افكارك على السوشيال ميديا، يعني يبقى فيك فكره ملحه فتكتبيها، ما بتعمليش حسابات ولا حاجه؟ لا ده انا قالوا لي انا مش متابعه. بتضحكي ليه دلوقتي؟ عايزه تقولي ايه يا منى؟ لا قالوا لي انك يعني زي ما بيقولوا كده، يعني الفكره تيجي في دماغك فتقومي كاتباها. قالوا لي مره قعدتي تشتكي من الجواز اللي ما بيصرفوش على اولادهم، في فعلا كتبتي حاجه زي كده؟ مش فاكره والله، يمكن. بصي انا بقى اي حاجه بتضايقني بكتبها، مش كل حاجه،
بس لو في حاجه مضايقاني قوي بتكلم عليها عادي جدا، بكتب افكاري بكل وضوح وما عنديش مشكله ان الناس تختلف معاكي تتضايق كل واحد حر في وجهه نظره. بصي انا لا بحكم على حد ولا بتدخل في حياه حد ولا بحب حد يحكم عليا. انا بني ادم يعني مستقل تماما. في المقابل انت ما بتحكميش على حد. ما بحكمش على حد ابدا. قولي لي ايه اكتر حاجه كتبتيها وعملت لك وجع دماغ وقلت يا ريتني ما كتبتها؟ ولا حاجه فعلا. ما بندمش، انا ما بندمش لان انا مؤمنه ان كل واحد بيعمل كل حاجه باختياره. محدش بيضرب حد على ايده عشان يعمل حاجه في الدنيا ابدا. فلو في حاجه او تجربه خضتيها وخلصت وتبص لها تاني انا مش بندم، انا بتفرج على التجربه بقول تمام هتعلم، لان الدنيا تحتمل الصواب والخطا، فهي تجربه، هي مش خطا، هي تجربه فيها حاجات كويسه وفيها حاجات مش كويسه، نتعلم بقى من التجربه عشان ما نعيدهاش تاني. لكن انك تمشي ومن غير ما تعيدي حساباتك، من غير ما تبصي، من غير ما تقيمي التجربه اللي انت مريتي بيها، انت هتخسري كتير. فالوعي هو اللي بيخلي البني ادم يبقى اهدى ويبقى بيفكر بشكل مختلف. هنروح فاصل وبعد كده نرجع مع حضراتكم. لو عايز تحضر معانا الحلقه في البرنامج جوه والاستوديو، خش على صفحه البرنامج واكتب لنا رقم تليفونك وعنوانك ان شاء الله وهتبقى معانا في الحلقه ان شاء الله. أنا الدكتور يحيى قاضي، ماجدة مراتي. مفيش غير إن إحنا التلاتة في القرية، فإحنا لازم نتعرف. هلا سر، شاليه 42، صف الثالث. في حاجة يا جمعة؟ الحياة حلوة أوي هنا مش كده؟ فعلا، هادية قبل زحمة الصيف. دنيا دنيا كفايه اللي جرى. الدنيا لازم تمشي على مزاجك، لما تحب تمشي تمشي، ولما هينفع عليك تيجي بمزاجك. كل ده عشان سألتك عن الزباله بتاعتك. مجدة في صحة بدل مجدة بقى. المطلقة بتلبس مايو كل مرة، الأرملة بتلبس بيكيني. أيوه، أنت برضو في جملة كده تشتعل الرغبات الإيه؟ الممنوعة؟ إيه مش عارف. لا دي في ال بس عايزة أقول لك ده برضو دي مضللة شوية. يعني دي مضللة كده زي المايو، يعني مداسك. هو الفيلم انا ما شفتش الفيلم عن الرغبات قد ما هو عن الاحلام، يمكن عن تعويض النقص. يعني ما اعرفش، انا ما شفتوش رغبه متوحشه، يعني ما شفتوش كده. هو مش كده، لان هو مش كده. ما انا بقول لك هي جمله مضلله شويه. قولي لي بقى، كنت عامله ايه مع زمايلك واخواتك في الفيلم؟ ماجد الكدواني، احمد داوود، ولنا مشتاق. بصي احنا كنا عيله بجد، يعني يعني لما يبقى الكواليس حلوه هتشوفي الفيلم حلو، لما يبقى في كيمستري بين الناس اللي بتشتغل مع بعض هتحسي ان انت ما عندكيش ازمه وانت بتتفرجي. فماجد الكدواني ممثل متعب جدا. ماجد الكدواني يعني بيفاجئك دايما، بيفاجئك دايما بكل حاجه. واحمد داوود بنتخ، انا بنقول له بنتخ. احمد داوود ممثل موهوب جدا جدا جدا، وعامل الدور من حته موهوب، وعامل دور حلو قوي
مشكله الممثلين اللي بحجم موهبه ماجد الكدواني انه الواحد طول الوقت يا استاذ خان ايه يقول خلاص بقى انا هتفرج عليه فلاقيه ما هو من كتر ما هو موهوب بيقلد نفسه مكرر. لا 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 لا. ماجد الكدواني بيضايقك كل مره لانه ولا مره بتشوفه شبهنا يعني بتشوفه شبه البني ادم اللي بيمثله. بالظبط بالظبط. احكي لي كده عن ماجد، حضرتك شفت وتعاملت مع اعظم ممثلين، شفت ايه في ماجد الكدواني؟ انه سهل الممتنع يعني انه يبان طبيعي بس هو بيمثل يعني. ودي موهبه في حد ذاتها يعني. انت شفته في ايه قبل كده وعجبك يا استاذ خان؟ عده افلام بس ادوار اصغر من هنا يعني. يعني يمكن ده يعني ده هنا بطوله يعني. كان فيلم طلع بوليس، طلع ضابط بوليس، ناسي اسم الفيلم انا. 6 7 8 6 7 8 محمد دياب. وكان ايضا في فيلم بتاع كامل ابو ذكري اظن عمل معاه فيلم. عمل عمل 1-0 شفت يعني كام حاجه يعني. حلو. هنا بقى شفتها، احكي لي تفاصيل اكتر. انك هنا موجه حاره اللي هي لفتت نظري جامد يعني. وحسيت ان يعني الاول كان انتاجيا بيرشحوا حاجات تانية يعني ممثلين تانيين، بس انا كنت شايف رشحوا مين للدور ده يا استاذ خان قبل ما هنا تاخده؟ رشحوا مين؟ انت ما قلتليش. انا مش عارف. مش عايز اقول والله. مش فاكر بجد. يعني بس انت بالنسبه لك كنت شايف هنا في الدور؟ انا كنت شايف هنا بسبب موجه حاره يعني، ده اللي لفت نظري. بس هي عملت، ما شفتش بقى انت ال7 وصايا و... لا لا ما شفتهم. شفت حتة منهم بس. انما ما كملتهمش كلهم. لا. احمد داوود، احمد داوود اترشح لي يعني. ما كنتش اعرفه كويس قوي بس كنت شايفه بقى في دور ممتاز قوي، في دور بتاع كامله اللي هو سجن النساء. سجن النساء كان هايل، كان هايل يعني. ف لما ترشح لي افتكرت الدور ده. هو كمان كان كويس جدا في الفيلم ده يعني. لا مظبوط، لا زياده ولا ناقص، اي حاجه كده يعني. جمعه، هو جمعه. جمعه. هو جمعه فعلا. ومدام ماجده، لا انا مشتاق، متعدده المواهب. ده ترشيحي انا ده لان هي كانت عندي برضو فتره المصنع. ايوه. حسنيه وهي وهي صديقه. ف يعني دايما كنت انا بحب راس صدر، فدايما كنا نتقابل هناك وبتاع يعني. فهي صديقه اصلا. هي مفاجأة بالنسبة لناس كتير صحيح، ان هي اشتغلت مسرح وهي مهتمة جدا بالغنى، بس حجم الدور كبير. الناس قالت مين دي؟ اللي ما شافش فتاة المصنع سأل، وكمان دورها هنا اكبر من فتاة المصنع. بس خلينا نقدم لكم حد من الناس اللي بتحب الفنون في المطلق، واخدة دور مهم في فيلم قبل زحمة الصيف، الفنانة لنا مشتاق. ايه ده؟ انت واحدة تانية. انا واحدة تانية. انت واحدة تانية. اهلا يا لانا. انت واحدة تانية غير كده في الفيلم. ايوه. لا تعالي واقفة كده. يا جماعة عايزة اقول لكم انه دي مش لانا مشتاق. لانا مشتاق انت واحدة تانية خالص. مين دي؟ اديني فرصتي في الصدمه. انت مين يا ست؟ انت مش قادره. انا شفتك على الشاشه. لا انت ماليه الشاشه كنت. لا لا يعني كان حضورك هو اللي مالي الشاشه. انت عارفه انا انسانه اصلا مش عنصريه خالص، بس انت خسيتي كام كيلو؟ خسيت عن الفيلم حوالي 20 كيلو. اولا برافو، اتنين عقلك. الاستاذ كان السبب. ايوه بس انت حتى في الفيلم جزء من تركيبه الشخصيه ان هي الست اللي طول الوقت بتعمل مديتيشن، بس بالليل تقوم تاكل شوكولاته يعني دي حتى جزء من الشخصيه يعني. احكي لي يا استاذ خان خسسك ازاي؟ هو السبب، هو السبب. مفتري. ها؟ لا قولي لي ازاي. كلمني في التليفون قال لي عندي دور مهم. تسمح لي قلت حضرتك؟ اتفضلي. ايوه يا لانا، انا عندي دور مهم قوي ليكي، بس الشرط انك انت تخسي اقل حاجه 10 كيلو.
مش إيه هينفع وانت كده. اللي كانت اكتر من الفيلم اصلا 12 كيلو اكتر من الفيلم. يعني انت كده خسه بتاع 30 كيلو بقى. اه بالظبط كده. طيب ولما قال لك كده بقى يعني عارفه لو مني اقول له يعني انا لو كنت عارفه اخس كنت خسيت؟ لا ما استاذ خان تقدري ينفعش. وبعدين دي ميزه برضه صحيح. ايوه هو قال لي بيخافوا مني فميزه. وبعدين كانت بالنسبه لي زي ما بيقولوا كده وين وين سيتويشن، يعني بالنسبه لي يا اما اخس واخد الدور يا اما اخس وما اخدش الدور، فانا كسبانه في الحالتين. ايوه وعملت يعني. وده قال لك قبل تصوير الفيلم بقد ايه؟ بحوالي شهرين. ها وخسيت 12 كيلو، خسيت 10 كيلو في شهر و2 كيلو في اثناء التصوير. كملت بقى كملت بعد كده بقى قلت مش لا. بس في حاجه ظريفه برضه لما ذكرت لنا ماجد قعد يفكر بتغني مش عارف فين، فهو كان شايفها طبعا اللي هي السمينة. فانا رحت انا قلت لها لازم بقى تيجي بقى انس، تيجي له انس في الاجتماع عشان نغري ماجد. اول قراءه للنص اول قراءه قال لي انا عايزك تيجي ماجده. فبالنسبه لي كان تحدي يعني لازم اروح على ان انا ماجده مش ان انا لانا. يا جماعه انتوا بتحبوا شغلكم قوي ودي احلى حاجه، يعني انتوا بتستمتعوا بشغلكم بس بتحبوه قوي واخدينه بجد. مره ثانيه يعني كتير من افلام خان هي فيها البساطه اللي ما فيهاش العقده او يعني الكلايمكس اللي الناس بتقعد تدور عليها وكده، انما دي ناس بتحب شغلها قوي. روحتي بقى جاهزه مدام ماجده؟ رحت ماجده، هو ما عرفني يعني اول هو استقبلني استاذ خان استقبلني وبعدين مد ايده كده سلم عليا وقعد يضحك. وكملتي ريجيم؟ انا اسفه ان احنا خرجنا من الفيلم، يعني انا اسفه جدا بس الموضوع ده مهم قوي. انا اتخضيت ساعه ما شفتها جايه يعني. وخسيتي 30 كيلو بعد انا لو منك ما اخدش منهم اجر، انا كده خلاص يعني اوديت. انت كده اولا ببارك لك يا لنا، ببارك لك. ولسه كنت بقول لاستاذ خان انه مش كل الناس متابعه نشاطك الفني، الغنى، المسرح، انت بتعملي حاجات ممتعه كتير بس ما هياش تحت الاضواء المبهره. وكان عندك دور في فتاة المصنع مش قد دورك في قبل زحمة الصيف. قولي لي بقى كده انت اصلا ايه؟ انا عرفت انك مش مصرية اساسا، او احكي لي كده عن نفسك. انا فرنسية من اصل عراقي. يعني عراقية واخدة الجنسية الفرنسية. بس لا احمل اي ورق للجنسية العراقية حاليا. ليه؟ علشان الجنسيه الفرنسيه كانت اسهل كتير في الحياه و اقدر اسافر بيها واقدر ابقى حره اكتر ومش محتاجه فيزا. بزربيطة هنا كله حاجه صعبه. وضعنا العائلي كان يعني انت من الناس اللي مواليد فرنسا ولا كنت في العراق وغادرت العراق؟ لا كنت في العراق، مواليد العراق، مواليد بغداد، وبعدين جيت مصر عندي 8 سنين وعايشة في مصر من سنة 79 وما سبتش مصر خالص. مستوطنتي وعيشتي مصرية مصرية. سيبك من الكلام، مصرية جدا. أي كلام، ورق ورق على ورق. مصرية جدا. وعيشتي هنا وخلاص. ما هو الوطن، معرفش الوطن مش اللي مكتوب في البطاقة، الوطن المكان اللي تحسي انك بتنتمي اليه. الوطن اختيار. بس. لا في مقوله كده يقول لك الوطنك هو المكان اللي فيه حبايبك. ف يعني اللي الناس عاوزاك حبايبك اللي بتحبهم خلاص، هو هي دي بلدك. 100%. طيب ودخلتي نشاط الفني ازاي ولا ايه؟ صدفه. بالصدفه البحته دخلت في السينما المستقله من 2005 2006 افلام في السينما المستقله لحد ما وعملت كاستنج في بنات وسط البلد، بس الاستاذ خان ما كنت لسه في الاول ما عجبتوش. فكملت في السينما المستقله والمسرح،
ودخلت فرقه الورشه المسرحيه سنه 2003 وبعد كده حاجه بقى حد شافني في فيلم في الثاني في الثالث. بس انت بتغني يا لنا؟ انا بغني احنا مره كنت في كافيه وبعد كده لقيت واحده بالناس حوالين جامعين حواليها مش بتحيي يعني انما قاعده وسط اصحابها وقعدت تغني يعني. ايوه كانت بتغني في الفيلم في كواليس. يعني فانا طبعا انا ما بغنيش خالص صوتي وحش جدا واقعد تغني غني ايه غني انت هي بتغني وتعزف صح؟ هي إيه فانت بتغني احترافي ولا بس كده وسط اصحابك؟ لا بغني لا يعني هو احترافي مع فرقه الورشه بغني وبمثل ودلوقتي كنت بغني حاليا في مسرحيه في المسرح القومي. احنا اشتغلنا عليها بتاعت حداد. مظبوط. شفتك في البلاي باك. طب ما انت بتعزفي على اله كده زغنطوطه ولا بتعزفي على جيتار ولا ايه؟ لا بعزف على جيتار. على جيتار. ممكن تغني لنا حاجه يا لنا؟ طبعا. تسمح لنا يا استاذ خان؟ نعمل ايه؟ ماشي خلاص. يا ريت نجيب الجيتار بعد اذنكم. قلت مش هتفتكري حضرتك. لا ازاي بقى؟ لا لا يوري. بس كنت ماسكه اله زغنطوطه كده حلوه اموره. هو جيتار برضو بس اسمه جيتاليلي. جيتار صغير لدواعي السفر. جيتاليلي؟ جيتاليلي. بنظبط الميكروفون والجيتار وعشان لنا تسمعنا صوتها. اتفضلي يا استاذه. غني اغنيه اسمها فيلسوفه، كلمات كوثر شفيق والحان خالد وفيق. فيلسوفه؟ وغناها مطرب سكندري اسمه خالد شمس. اتفضلي. وفيكي ايه مش في البنات خلاكي اجمل منهم؟ وفيكي ايه مش في البنات ما بتحلميش ليه حلمهم؟ وفيكي ايه مش في البنات خلاكي اجمل منهم؟ وفيكي ايه مش في البنات تحلميش ليه حلمه؟ فيلسوفة صغيرة عيونها دايما سرحاني، رايحة جاية تفكري وحضنا أحلام السنين، هربانة من دنيا البشر وعايشة في دنيا الخيال، هربانة من دنيا البشر وعايشة في دنيا الخيال. وفيكي ايه؟ وفيكي ايه؟ طب سمعتي انا سمعت انه لانا بتغني لشكوكو، ده حقيقي؟ ده حقيقي. بتعملي حاجه لشكوكو؟ عامله حاجه صغيره لشكوكو بس قالوا لي في حاجات يعني عجيبه بتغنيها له. هي اغنيه اسمها الهشه بشتاكه. شكوكو. اغنيها؟ الهشه بشتاكه والهشه بشتك يعني وبعد معاك يا سقيني المرسك، الهشه بشتاكه والهشه بشتك، مراية الحب عمية بنورها مش قوي ونار الحب حمية وانا فيها بنكوي، ما بلاش وان كان ضروري اشوي لك رطل بوري، ده القلب من هواك بيعمل تيكاتك يعني وبعد معاك يا سقيني المر سك، الهشة بشتاك والهشة بشتك. يا استاذ خان كان دمك محروق وعمال تجهز في شطاتك وهم ما خلاص ما فيش دور تاني خلاص. خلاص يا استاذ خان. لا لا ماضي على بياض هو خلاص. فعلا بتقولي عقود احتكار. في عقود احتكار. خلاص مش هينفع. نرجع تاني لقبل زحمه الصيف وعايزاكم تتكلموا عن فيلم مش بس تجربه، انا عارفه ان هو بيمثل لكم حاجه يعني اكيد ان شاء الله هتعملوا افلام ناجحه وعظيمه وحلوه بعد كده، انما قولوا لي طول الوقت هتفتكروا الفيلم ده ازاي ونفسكم الناس تشوفوا ازاي.
التجربة كانت تجربة فريدة وجديدة علينا كلنا، يعني كاست وكرو، لأن كنا عايشين مع بعض، كنا عايشين مع بعض 30 يوم. ففكرة إن إحنا بنقعد ناكل مع بعض، فكرة إن إحنا نشوف بعض تاني بكرة، فكرة إن إحنا نقعد، يعني أنا كنت بحضر مشاهد أنا مش فيها يعني، والأستاذ ماجد كذلك. يعني في مشهد مش عايزة أحرق الفيلم أو أقوله، كلنا كنا متجمعين لأنه كان مشهد خارجي وكان مشهد يعني مثير جدا. وفكرة إن إحنا عايشين مع بعض التجربة، مش بس إن أنا بروح مشاهد بتاعتي وخلاص، لأ، وبناكل مع بعض، بنقضي اليوم مع بعض. مرة رحنا محل سمك لقينا سلحفة. إيه؟ لقينا سلحفة بيبيعوها، الراجل بيبيعها بتاع السمك، ويعني مدير التصوير اشتراها وخدناها نزلناها في البحر. وسلحفة كبيرة جدا، عندها 100 سنة ولا حاجة، عندها أكتر من 100 سنة. بيبيع السمكة لأنها ترسة مثلا. ترسة. بيبيعها ترسة هي. هي ترسة يعني، بيعها. ثابت عليكم السلحفة. أطلق لا، هو أخذ خطوة فعلا. فيكتور. فيكتور كريدي قرر يشتريها، وحتى لما قلت له يعني ممكن نشارك، قال لك لا دي بركة الفن. صحيح. فجبنا عربية نص نقل. تقيلة جدا. نص نقل عشان سلحفة؟ أربع رجالة شالوها، كل واحد من إيد. أربع رجالة. وبعدين خدناها عند على الشط، وبدنا نرص عليها ميه عشان تتحرك بشويه بشويه لغايه لما احنا سميناها اسم كمان، سميناها حريه. حريه. وتصور كل السيكونس. ونزلت في الميه. الله. ومشيت واحنا قاعدين نسقف لها. طب نتمنى انه ما حدش يكون اصطادها حريه. لان قالوا لنا بعد كده اكيد الراجل اللي بتاع السمك هيروح يجيب قارب او حاجه وينزل يدور عليها. لا ان شاء الله تكون عايشه حريتها. وادي عاشت 100 سنه يعني، هي ما فاضلهاش غير. لا معمرين السلاح. يعني صح صح عندك حق. بالنسبه لك الفيلم ده ايه؟ مش عارف، بصي اصل صعب ان انا اوصف بكلام يعني. هي لانا قالت اوريدي احنا 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 كنا عيله فعلا، بس في الاخر هي بالنسبه لي تجربه مهمه جدا، تجربه انا فخوره بيها جدا ومبسوطه بيها جدا، و ان انا اعمل فيلم اخراج استاذ محمد خان ده لوحده كفايه. سي في يعني، ولسه في سته. هي حاجزه. ايوه احنا اتفقنا بعد الحر دين عليه. انت بياخدك على قد عقلك. لا لا مش بياخدني على قد عقلي، مش هيقول لي كده لو هو مش مقتنع بيا. قول قول ورقتك يا استاذ خان. هو انا عندي مقوله دايما مع كل فيلم، ايه هي؟ بقول ايه؟ نكست. اللي بعده. هو علمها لي. نكست. اللي بعديه بصي على اللي جاي. خلص خلاص خلاص اللي جاي. هو الفيلم لما بيخلص اصلا ما بقاش بتاعي خلاص، بتاع الناس يعني. علاقتي معاه بعد المكساج خلصت خلاص. بص ده بالنسبه لحضرتك يا استاذ خان، انما بالنسبه لنا احنا المتلقين او على الاقل المتذوقين للسينما، لا افلامك بتعيش معاهم. بتتحط في الكتب، بتدرس في الاكاديميات، بتعمل ارشيف احنا بنبقى فخورين بيه. احنا بنبقى فخورين انه الافلام دي صناعه مصريه، انه الافكار دي والتعبير ده جاي من بلدنا ومن فنانينا ومن كتابنا ومن مبدعينا. لا يمكن بينتهي بالنسبه لك يا استاذ. ما هو بينتهي عشان يحصل حاله جديده، وعشان يبقى فيه الروح دي دايما موجوده مع كل فيلم. هو لازم الصانع يتخلص وما يحسبهاش انها هي اعظم حاجه، لانه لو هو قال دي اعظم حاجه مش هيبدع بعد كده، مش هيعمل حاجه حلوه. دايما هيحط نفسه في حته لازم يقول خلاص خلصت خلصت مش بتاعتي وخلصت، واللي جاي دايما احسن، دايما روح جديده دايما. عشان كده هو احسن مننا كلنا، شباب اكتر مننا كلنا. ربنا يديك الصحه. وتدينا اكتر وتعمل لنا اكتر. وفعلا هي يعني مقوله تتعلميها، ولما تفهميها هتفهمي قيمتها كبيره جدا. هي في افلام كده ممكن تسميها مختومه بختم حقيقي. ايوه ختم اصلي مش تقليد، ختم يخلي الفيلم له قيمه حتى من قبل ما تتفرج عليه. مظبوط. اسمه ختم محمد خان. بالظبط بحييك يا استاذ محمد، وبارك لكم كلكم على فيلم قبل زحمه الصيف، وهو فعلا هيتعرض قبل زحمه الصيف.
حاله جديده وسينما وانتعاش واختلاف وانواع تحبها وتتفاعل معاها او ما تحبهاش، بس تبقى عارف انه دايما في مكنه انتاج سينمائي ومصنع سينمائي، في ناس موهوبه وفي ناس بتحب السينما بتعرض الافلام عشان انت تشوف وتقيم وتستمتع. الف مبروك على قبل زحمه السينما. الله يبارك فيك. لنا مشتاق ونصيحه محمد خالد. لو عايز تحضر معانا الحلقه في البرنامج جوه والاستوديو، خش على صفحه البرنامج واكتب لنا رقم تليفونك وعنوانك ان شاء الله، هتبقى معانا في الحلقه ان شاء الله.